التقرحات اللي ممكن تصيب الفم، إن كان الفم، اللسان، الشفة، كثير منا يمكن بيعاني من هي التقرحات، تكرارها، حدوثها، أسبابها، طرق العلاج والمشكلة. يمكن الخيار الاتجاه للطبيب أو الاستشارة الطبية هي ضمن آخر الخيارات. بتلاقي الناس نوعا ما بتلاقي بتعمل بعض الخلطات لهي التقرحات داخل التم، تتداوى يعني نصائح كثير سمعتها. صحيح، عسل، توت شامي، مي وملح، شو بدك كمان، دبس رمان، دبس كل شيء ممكن يخطر على بالك جربته من وسائل. حتى وصلت في بعض انواع الادويه اللي هي انه بتفكي الدواء وبتحطي مكان التقرح تماما. يعني جربت كل انواع الخلطات. هلا رح نحكي عنه بشكل موسع ورح نلاقي الجواب الصحيح لهي الاستشاره الطبيه اللي كثير منا يمكن مرق بهي الحالات، وحالات متكرره عم تصير. مع الدكتوره عبير الجوجو، رئيسه قسم صحه الفم في كليه طب الاسنان بجامعه دمشق. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يعطيكم الف صباح الخير دكتوره، واهلا وسهلا فيك. بدايه خلينا نعرف الناس بشكل عام شو هي تقرحات الفم، او اللي بتتعدد اسماء. في ناس بتقول عنها أفت، في ناس بتقول عنها قلاع، فهي شو بالأساس؟ صباح الخير والله يعطيكم العافية. بصراحة موضوع القلاع أو قرحات الفم هو موضوع فعلا موضع جدل، موضع نقاش كبير. ليش؟ لأنه هو حالة شائعة، حالة مرضية. صحيح. كثيرة التواتر، يعني بعد نخر الأسنان وألم الأسنان هو أكثر شكوى بيراجعنا فيها المرضى على العيادات السمية. طيب شو هي قرحات الفم؟ نحن بنعرف أنه باطن الفم المخاطية الفموية مغطاة ببشرة، هاي البشرة وظيفتها الحماية. طب هاي البشرة إذا زالت أو انقطعت استمراريتها بتشكل عندي قرحة، معناتها صارت النسج اللي أسفل منها عم تتعرض للهواء، للجراثيم، لأي مخرج كيميائي، المشروبات، الأطعمة، وهي النسج هي فيها أعصاب، فحيصير في ألم. فإذا قرحات الفم ألم، تعني الألم. طيب بشكل عام قرحات الفم الناس بتصطلح على تسميتها الأفت أو القلاع، كله بيقول لك طالع لي قلاع، علما أنه قرحات الفم ممكن يكون لها أسباب متنوعة، ممكن تكون أسبابها إنتانية، جرثومية، فيروسية أو التهابية ذاتية مثل القلاع اللي حنحكي عنه. فإذا هو شكوى شائعة بسبب الألم، المريض فعلا بيعاني من حالة، وخاصة إذا كانت هي ممكن يطلع بشكل هجمة، قرحات متعددة بتشمل كامل الفم أو اللسان، وأحيانا منطقة البلعوم تكون مؤلمة مزعجة للمريض، بتعيق الكلام، بتعيق البلع، بتعيق الطعام. بالحالات الشديدة حتى المريض يكون غير قادر حتى على شرب الماء. صحيح. وإذا كانت لأعمار صغيرة صايب الأطفال هن عرضة للتجفاف، بس قطع الطعام والشراب بتكون بساعتها بتشكل حالة خطيرة. طيب شو هو هذا القلاع أو قرحات الفم؟ القلاع بحد ذاته الأفت هو مرض يسمى مرض التهابي ذاتي. معناتها شو يعني مرض التهابي ذاتي؟ معناتها أنا بجيناتي، بالجينات تبعي عندي استعداد للإصابة بهذا المرض. هدول الأمراض هن تصنيف من الأمراض ما لهم سبب محدد وإنما مجموعة من العوامل المؤهبة أو التي تكون قادحة لها الإصابة. وهون بقى بتسمع المرضى اللي بيعانوا منه لهذا المرض بيقول لك أنه أنا والله على الضغط النفسي، على ستريس، على الامتحانات، لما بكون متضايق بيطلع لي القلاع. ففي مجموعة من العوامل اللي ممكن تقدح الإصابة، الضغط النفسي، حساسية تجاه بعض الأطعمة، وهذا طائفة واسعة من أحيانا الحد في ناس ممكن لك الحد، ممكن لك البندورة بيشكو منها، أي مادة حامضة مثلا، أدوية، معجون الأسنان بيقول لك استخدمت معجون أسنان جديد بعدين طلع لي قلاع كثير. فهي حسب طبيعة الجسم. فإذا في مجموعة من الردود، ممكن الواحد يعض، شفته عض بسيط بعدين بيطلع له قرحة قلاعية مؤلمة وكبيرة وبتستمر بالفم مزعجة للمريض لعدة أيام. هلا القلاع مثل ما عم نقول هو شكوى شائعه موجوده ومنتشره وبتصيب مجموعه كبيره من البشر. يعني اقل تقدير بالدراسات العالميه حول العالم بيقول لك 20% من البشر، يعني خمس البشريه مصابه بالقلاع. وبيدرجوه مثل ما حكينا ضمن الامراض الالتهابيه الذاتيه او المناعيه الذاتيه اذا صح التعبير. ولكن لحسن الحظ هلا هو مرض التهابي مؤلم، ولكن معظم الحالات بتكون تصنف حسب شدة الإصابة، بتكون حالات بسيطة. يعني بيقول لك بيطلع لي أنا آفت أو قلاع بضل 4-5 أيام، ممكن تطبق المعالجات البسيطة المنزلية مثل المي وملح، مثل التوت الشامي، مثل طبقها بيقول لك على القرحة فصحت أو خف ألمها أو ارتحت عليها. طبعا هي المعالجات اللي بنسميها نحن معالجات شعبية أو منزلية، هي شو بتعمل؟ تكوي القرحة. لما أنا كويت سطحة للقرحة فبيخف الألم والحرق.
أما هو ليس علاج. صحيح. طيب نحن عم نقول هو مرض التهابي ذاتي وما في سبب محدد وأن مجموعة من العوامل المؤهبة للإصابة، وبالتالي لا يوجد علاج شافي. وهو يندرج ضمن أمراض إنه مناعية ذاتية. شو معنات مناعية ذاتية؟ يعني الجسم هو عم يهاجم ذاته. نحن كيف بتتشكل القرحة القلاعية؟ الخلايا المناعية اللمفاوية اللي بالجسم اللي موجودة تحت البشرة تفرز سموم بهذا المكان، بيحل البشرة، بيقتل الخلايا البشرية وبتتشكل هذه القرحة. ومو بس هيك، بتبقى هالخلايا المناعية اللي هي كريات دم بيضاء طبيعية موجودة بالمكان ووظيفتها أن تحمي الجسم، لسبب أو لآخر هي فقدت الذاكرة تبعه وعم تهاجم الخلايا البشرية، تبقى بالمكان وبتفرز وسائط لتحفز العملية الالتهابية وتمنع الشفاء. لذلك بيقول لك في قرحات أنه بتضل عندي 10 أيام 14 يوم وممكن أكثر، وخاصة إذا أخذت هالقرحات أحجام كبيرة. فهي آليتها. لذلك بيقول لك هو اضطراب مناعي وليس نقص بالمناعة. وهذا هون مصطلح كتير مهم، كتير من الأطباء، أطباء الأسنان وحتى الأطباء العامين بيخطوا بيلك أنه هو نقص بالمناعة. هو ليس مرض نقص بالمناعة وإنما اضطراب بردود الفعل المناعية بالجسم. وتأكيدا على هالموضوع، نحن منلاقي أنه القرحات القلاعية بتظهر عند المرضى بعمر العقد الثاني والثالث من العمر، يعني بعد فترة البلوغ بمرحلة الطفولة متأخرة، وبتضل بعمر العشرينات إلى الثلاثينات. بعد عمر الثلاثينات بلش تتراجع، فهي بتصيب الإنسان بفترة ثورة الجهاز المناعي لما تكون مناعتنا قوية وليس بالمناعة المنخفضة. طيب شو الحل لها؟ الحل لها بما أنها هي حالة التهابية وما في سبب محدد، مضادات الالتهاب، وعلى رأس مضادات الالتهاب ستيرويدية، يعني اللي بيصطلحوا العوام على تسميته الكورتيزون. الكورتيزونات بأنماطها طبعا نحن عنا صفوف بحسب فعاليتها لهالكورتيزونات، ممكن نستخدمها كورتيزونات عالية الفعالية إذا الإصابة شديدة، قرحات متعددة مؤلمة متكررة بشدة، المريض عم يطلع له بالشهر أكثر من هجمة، هجمتين ثلاثة، أو في مرضى بيجونا بدنا والله ما عم يشفى الفم تبعي أنا من القرحات القلاعية، ممكن نستخدم ساعتها ستيرويدات عالية الفعالية موضعيا. ممكن نبلش بالموضعي، بخاخات، جل، مضامد فموية بتستخدمها بتحسن الحالة دون أي آثار جانبية على تقريبا معظم المرضى. طيب غير المضادات الالتهاب الستيرويدية، مضادات الالتهاب لا ستيرويدية، احنا في عنا مضامد ممكن تكون مضادة للالتهاب نستخدمها لبعض المرضى، في عنا معالجات عشبية، ممكن مستخلصات عشبية من نباتات مضادة للالتهاب للأشخاص اللي عندهم مضاد استطباب لاستخدام الكورتيزونات. أنا ذكرت أول شيء الكورتيزونات لأنه هي الأكثر فعالية بهذا النمط من الأمراض. في عنا معالجات فيزيائية مثل الليزر، الليزر عم يقدم كمان علاج كتير رائع، تسريع للشفاء، إزالة الألم، وخاصة إذا أطفال، أطفال ما فيك تعطيهم كورتيزونات والقرحة القلاعية تكون عند الطفل كتير مؤلمة. فإذا في مجموعة من العلاجات نحن بنختارها حسب الحالة تبع المريض وعمره ووضعه إذا عنده أمراض عامة. فإذا هو مرض مناعي ذاتي حيستمر لفترة من الزمن ثم بيتراجع لحاله. طيب أنا إمتى بقلق؟ لما أنا عندي قلاع متكرر ناكس بشدة وعندي أعراض عامة. عندي مثلا هذا يمكن بدي أسألك عنه. يعني دكتورة لما نقول أسباب حدوثها مثل ما قلتي هي عدة عوامل ممكن تكون مهيئة، ما في سبب عام واحد، ممكن يكون ذكرتي خلال حديثك مؤشر لمرض آخر، يعني ممكن يكون هو دليل بسبب تكراره الدائم. تمام. لأن احنا هون طبيا بنقول إنه احنا في عنا القرحات القلاعية الآفت، وفي القرحات قلاعية النمط أو مشبهة بالقلاع، مظهرها وأعراضها نفسها هي المؤلمة اللي تظهر بالفم، ولكن القرحات المشبهة بالقلاع أو قلاعية النمط ممكن تكون تظاهر فموي لمرض جهازي عام. أمراض هضمية، أمراض دموية، ممكن يكون الأشخاص اللي عندهم سوء بالامتصاص، ممكن اللي عندهم التهابات بالأمعاء، التهاب الكولون القرحي، داء كرون وغيرها من هاي الأمراض الهضمية، ممكن يكون التظاهر الأول أو الأشد هو القرحات القلاعية الفموية. فلما أنا عندي قلاع ناكس بشدة ومؤلم وعم يترافق مع أعراض عامة مثل مغص، آلام بطنية، أي أعراض هضمية مرافقة، أنا لازم استقصي ساعتها. الحالة الثانية، الأمراض الثانية اللي كتير بتترافق مع القلاع وبراجعنا كتير مرضى بها الحالة، الأمراض الدموية وعلى رأس فقر الدم، العوز الغذائي، عوز فيتامين بي 12، بي 6، عوز الحديد، فقر الدم بعوز الحديد، هدول الأمراض بتحفز القلاع الشديد. يعني المريض بيقول لك أنا بيطلع لي هجمة أكثر من 10 قرحات، 5 قرحات بالفم مؤلمة، وبتضل 10 أيام مؤلم، يعني فعلا بتأثر على العادات اليومية تبع هذا المريض، بتأثر حتى على نشاطه الاجتماعي و فساعتها أنا بقلق.
وبنطلب نحن من المريض لما في اعراض عامه استشاره هضميه، استشاره دمويه، تحاليل دمويه لحتى نعرف نحن شو الخلفيه لهذا المرض. الجود نيوز انه مثل ما حكينا الشيء الجيد بالقولان انه هو مرض ليس خطير، مزعج، مؤلم، بيشفى لحاله، بيتراجع، المعالجات عرضية وليست نوعية، يعني ما في له دواء شافي، مانو كانسر، ما بيتحول للكانسر أبدا. والنقطة الأهم لأنه كتير بتراجعنا هي حالات بصير فيها خطأ بالتشخيص، أنه بيقول لك القلاع هو فطر، إصابة فطرية، فنعطي نستاتين لهذا المريض لحتى أو أي مضادات فطرية. هو ليس آفة فطرية، هو مرض مناعي ذاتي التهابي، ممكن تحفزه مجموعة من العوامل. طيب دكتورة، كتير في ناس بتسأل لك هل هو معدي؟ يعني انه مثلا الشخص اللي عنده افت او قلع بتمه ما يقرب على مثلا او ياكل او يستخدم ادوات او اي شيء، فهل هو معدي او لا؟ ابدا هو غير معدي، هو ليس مرض انتاني وغير معدي. هلا ممكن يختلط على البعض احيانا انه نحن الفم مثل ما عم حكينا بيتعرض لمجموعه من القرحات، في قرحات انتانيه اللي بترافق مثلا اصابه بالهيربس الحلق، وشكلها للقرحات هي قلاعيه تشبه القلاع، ولكن بتصيب مثلا اماكن محدده مثل قبه الحنك، لسه المريض، مو مثل القلاع، القلاع بيحب بطن اللسان، قاع الفم، باطن الشفتين، باطن الخدين، البلعوم، بحبهم أكثر، هو يعني هذا المكان المفضل له، فهذا ممكن أنه يساعدنا للطفل. والله جربت كل الأنواع، بحب كل الحلوة. أكيد بالختام نشكرك دكتورة عبير الجوجو على وجودك معنا وعلى كل المعلومات القيمة اللي حكينا عنها، شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لك دكتورة، نهاركم سعيد. ويمكن هذا أول مرة نحصل على هذا الوصف الكامل والشامل لكل الأسباب ولكل شيء، يعني أنا من المرضى اللي بينصابوا بالقلاع يمكن هي أول مرة بسمع هذا الشرح الكامل، شكرا لك ولوجودك معنا.